السنة الأولى على محافظة بني سويف في علمي علوم بمجموع 408.599 و63% زي ما هي قالت بالظبط. احنا مع حضراتكم حالا هنشوف نادين، وما زال مشرفنا طبعا استاذ حسن محرم. مرحب بيك نادين، الف مبروك النتيجه المشرفه دي، وربنا يوفقك ان شاء الله الاولى على محافظه بني سويف. ان شاء الله. كنت متوقعه نادين النتيجه؟ لا يعني بصراحه كنت متوقعه يعني اقل من كده شويه، بس الحمد لله يعني الحمد كرم لله. ربنا الحمد لله. خلينا نقول يا نادين يعني الحمد لله مجهود كبير جدا اكيد بذل، يعني بيمر قدامك شريط ثانويه عامه كده بكل اللحظات الصعوبات والحاجات اللي حصلت فيه. عدت عليكي ازاي السنه يا نادين بجد؟ لان يمكن احنا طلابنا ان شاء الله السنه دي هيبداوا يجهزوا لنفسهم كده يعني شهر 8 او اوائل 9 كده باذن الله. جهزتي نفسك ازاي نادين الحمد لله عشان توصلي للمستوى ده النهارده؟ يعني انا حاولت اجمع معلومات ونصايح كتيره من طلبه قبلي من الدفعات اللي فاتت وكده، وطبعا يعني في كانت نصايح جميله جدا بمدرسين ما شاء الله، ومنهم استاذ حسن طبعا. دي حاجه مهمه جدا انه نادين حسن الاولى على محافظه بني سويف من متابعي قناه مصر التعليميه ومن متابعي استاذ حسن محرم معلم ماده الاحياء بالقناه. ويمكن النهارده نادين موجوده معانا لانها تواصلت مع استاذ حسن بانها محققه الحمد لله المركز الاول على محافظه بني سويف، ولانها من طلاب المتميزين المجتهدين يعني كانت على تواصل مع مستر حسن، وهو يعني شرفنا بوجود نادين معانا النهارده. بجد بنشكرك يا مستر حسن على الهديه الجميله اللي انت عملتها النهارده معانا، واحنا طبعا عارفين نتائجك كلها ما شاء الله مشرفه، ولسه هيكون معانا باذن الله طلاب كتير جدا متميزين. لكن متابعتك يا مستر حسن ما شاء الله يعني فعلا، وده حاجه مؤكده يعني على قناه مصر التعليميه كبيره جدا، وحضرتك بتشتغل بضمير بجد اكتر من راي مستر حسن، ويعني يمكن الطلاب بيحبوا حضرتك على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاكاديمي. نادين كانت من متابعي حضرتك؟ نادين كانت واحدة أو طالبة من كتير من الطلاب، في تواصل جامد بينهم وبين قناة مصر التعليمية، وبيعترفوا بكل يعني صراحة دلوقتي إنهم أغلبهم ساب الدروس الخصوصية، خاصة في الشهور الأخيرة اللي آخر شهرين ثلاثة دولت، اللي هم بيحس فيهم خلاص هو مش حاجة من المدرس اللي معاه. وبعدين يبتدي يشوف في ناس فوجئت إن قناة مصر التعليمية بتقدم مستوى عالي جدا، من مش عشان أنا أحد العاملين فيها والله، لكن هي فعلا يكفي إن هو قاعد في البيت وبيجيله جميع المواد ومش بيقدمه مقدم واحد، لا يعني ممكن تلاقي في العربي في ثلاثه بيقدموا، اربعه في الكيمياء في اربعه بيقدموا. وخلينا نقول يا مستر حسن والله بما ان حضرتك فتحت النقطه دي ان جميع المعلمين الموجودين في قناه مصر التعليميه معتمدين من وزاره التربيه والتعليم، تم اختبارهم قبل ما يطلعوا على قناه مصر التعليميه، وفعلا الضمير المهني والضمير الاخلاقي والضمير المهني اكتر من رائع. ما فيش اي فايده ما بين المعلم في قناه مصر التعليميه والطالب غير ان هو فعلا عايز يقدم له المعلومه ويفيده، ودي نقطه مهمه جدا. هو لا هو درس خصوصي يا مستر حسن ولا في اي اموال بتقدمها المعلم، هي الفكره انه عايز بس يساعد الطالب ويقدم له ماده تعليميه. لا وده الحقيقه يعني دور كمان يمكن من ادوار تلفزيون الدوله، يعني الحقيقه بيحاول ان هو يقدم الخدمه التعليميه لكل الطلاب والطالبات من غير ما يبقى في داعي بقى ان احنا ناخد دروس خصوصيه او ان احنا نحاول يعني ندفع اموال للمعلمين، مع احترامنا الكامل طبعا لكل المعلمين، لكن الفكره هنا انه الطالب بيلاقي المعلومه باعلى جوده صوت واعلى جوده صوره وامكانيه التواصل. ويمكن ده حصل مع حضرتك نادين، كانت متواصله مع حضرتك يا مستر. الطالب الحمد لله واعي جدا، انت بتوفري له اكتر من مصدر من مصادر التعلم. صحيح. يعني المدرسه موجوده، صحيح، التلفزيون موجود، بس والسنتر برضه موجود، اللي هو هو اللي بيختار. الطالب اللي بيبقى عنده وعي كامل قوي هو اللي بيقدر يعرف يروح فيه ويستفيد بحاجه معينه لفتره معينه، وده اللي حصل مع الاوائل. يعني الاوائل مش هتلاقيهم كلهم مرتبطين بدروس خصوصيه لغايه اخر فتره، لا هو خد كميه كافيه. وانا يعني هستفيد بقى من نادين في وجودها معانا، يعني في نقول لها لو انت هتقدمي نصيحه لطلبه الصف الثاني اللي طالعين دلوقتي ثالثه سنه، دي اهم نصيحه لهم، وتني لهم خبرتك. يبتدوا امتى؟ هل يبتدوا في ناس بتبتدي من 1/7 او من 6 وحاجه زي كده، هل البدايه دي صح ولا يبتدي في 9؟ طيب عدد ساعات مذاكرته في اليوم في البدايه؟ صحيح احنا معاكي يا نادين فعلا، لانه السؤال اللي سالوه مشكوره جدا يا استاذ حسن، ده من اهم الاسئله اللي يمكن كل طالب من الطلاب شايفينك دلوقتي يا نادين. احنا بنبتدي امتى نذاكر لثانويه عامه ونحضر نفسنا، ومش عايزين يبقى في يعني فتره كده انت عارفه في الاخر بتبقى ملل او تعب بقى من المذاكره. معاكي يا نادين، كل طالب شايفك دلوقتي تكلمه مباشر. يعني هو يعني احنا غالبا الدروس بتبدا في شهر 8 مثلا او كده، ف يعني عدد ساعات المذاكره بيبقى يعني ما يبداوش جامد في الاول، يعني عدد ساعات طبيعي، يعني يروحوا الدرس يحلوا الواجب. نقدر نقول عدد ساعات قليله شويه، 8 يا نادين قلتي او 9 يبقى كويس؟ يعني 8 يبقى كويس. تمام. طيب
يعني يبدأوا كل مواد على الدين الهادي شوية. بنبتدي على التساوي، يعني ما ينفعش مثلا اركز لو انا طالب علمي هبدا اركز بقى مع الفيزياء والكيمياء لا يعني والاحياء، كله، ولا والعربي اسيبه شويه والانجليش، ولا ناخد كله لا هو على كله على التوازي؟ التساوي. كله على التساوي احسن، عشان ما احسش ان انا اشتغلت في على ماده مادة وسبت مثلا لا ماده. حاسس ان هي واقعة او كده، لا يعني تمام. يستحسن كله. طيب ابتدينا نديم، خلينا نقول بقى المذاكره ازاي، يعني كام ساعه في اليوم تقريبا؟ مش هقول يعني خلاص ماسكين الجدول وبنكتب، لكن احنا كام ساعه بنحل مثلا من اول ما خدنا كل حاجه نحل عليها، ولا نسيب الحل بعد شويه؟ يعني ممكن برضو نستفيد منك الكل. يعني هو عدد الساعات، يعني انا كنت في الاول مش كتير قوي، يعني ممكن مثلا 2 أو 3 بالكتير، بس بعد كده طبعا بيزيد بمعدل كبير في الاخر كمان بالذات، لازم يعني عشان بس احصل شغاله معلومات حل يا كتير نديم، وكده. شغاله حل برضو الحل طبعا مهم جدا جدا، لانه يعني تطبيق على ايوه المذاكره. طبعا، يعني يمكن اهم حاجه فادتني واكتر حاجه فادتني فعلا هو الحل الكتير، عشان يعني اشوف نوعيات اسئله جديده وافكار الحل منين جديده. يا نادين؟ احنا عندنا اولا موقع وزاره التربيه والتعليم، صح، وبنوك الاسئله متوفره تمام. على موقع وزاره التربيه والتعليم، بنك المعرفه الحقيقه برضو ايوه يعني محقق برضو، صح، يعني تمام. تابعتيه فعلا استفدتي منه. تمام تمام. طب جدا. وقناه مصر التعليميه كان اخبارها ايه معاكي؟ طبعا ايه المواد لا اللي طبعا، تابعتيها بجد يا نادين بحقيقي؟ ايه يعني غير مستر حسن محرم ماده الاحياء، كان في مواد لا تابعتيها على يعني قناه مصر التعليميه؟ تابعت شوية حاجات برضو، يعني مثلا اللغة العربية تابعت فيها، اللغة الإنجليزية برضو اللغه تابعت شوية، الانجليزيه مستر محمد صح؟ وتابعت مستر حسن كتير. ومستر حسن كتير. تواصلتي مع مستر حسن على الانترنت يا نادين؟ على صفحة ايه اللي الأحياء لفت سر نظرك الحياة. انك، يعني معلش انت اكيد عندك مدرس وعندك مدرسه وكده، ايه اللي لفت نظرك انك تتابعي مستر حسن محرم لا يعني تتواصلي معاه؟ العدد كبير، ناس كتير على الصفحة وبتسأل أسئلة حلوة جميلة، يعني فيها أفكار حلوة. يعني انا مثلا كلغات مش بنلاقي حاجات زي كده كتير، لان انا حقيقي يعني كلغات ما فيش كتب كتيره او كتب كده. كتير. فيعني لقيت معلومات كتيره فادتني جدا، استفدت فيها كتير، ويعني نمت مهاراتي وحل طبعا كتير وكده. الحمد لله. ناوي على كلية ايه يا نادين؟ ده اخر يمكن لا سؤال طب مهم. بشري ان شاء طب الله، بشري ان شاء الله، ربنا يوفقك يا نادين، يا رب وبجد ان شاء نتمنى الله، نشوفك يا ان رب شاء الله طبيبة ناجحة جدا. يا رب ان شاء يمكن الله. رسالة تحبي توجهيها لكل زمايلك اللي شايفينك دلوقتي على قناة مصر التعليمية، تانية ثانوي وطالعين تالتة بقى. يعني اول حاجه طبعا ده كرم من عند ربنا، الحمد لله فلازم طبعا يعني تبقى صلاتكم بربنا كويسه جدا ان من شاء اول الله السنه. اكيد. طبعا في مدرسين كتير هيقفوا معاكوا، برضو لازم بابا وماما طبعا، يعني ايه بابا برضو وماما ايه النهارده نادين ذكرت ده بجد، يعني تعبوا معانا جدا طول لا السنه، هما تعبوا معايا جدا بصراحه، يعني ربنا يبارك بابا لك فيهم وماما يا رب. بذل مجهود، يعني ماما تقريبا يعني كانت شبه صاحبتي في بتذاكر المذاكره. بتذاكر مش كله، ذاكرت ثانويه عامه حلو السنه دي قوي ماما، الحمد لله فطبعا ربنا يعني يخليك. اول حاجه طبعا صله ربنا، مذاكره وتعب، يعني عشان تاكدوا ان ربنا طبعا ما بيضيعش تعب حد خالص. بابا وماما برضو يعني حاولوا تطمنوهم، يساعدوكوا باي شكل يعني. بجد احنا نادين سعداء بيكي، سعداء انه بجد نموذج من الشباب اللي بيذاكر وبيجتهد لحد ما بيوصل للهدف اللي هو عايزه، وربنا يوفقك ان شاء الله نادين، ان نشوفك شاء الله طبيبه ناجحه جدا ان باذن شاء الله. الله. شكرا جدا، الف مبروك، الله يبارك الف مبروك لكل طلابنا. نروح مع حضرتك.